يعلن مساء اليوم عن إطلاق ميزانية المملكة للعام المالي 2021 مع توقعات بتأثيرات سلبية على نمو الاقتصاد غير النفطي وما يصاحبه من تفاقم في عجز الميزانية عن المخطط له جراء جائحة كورونا، إلا أن النظرة المستقبلية تبدو أقل حدة عما كان متوقعا خلال النصف الأول من العام الحالي، خاصة بعد العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي والانحسار المستمر في انتشار الفيروس. كوفيد-19 جائحة لا تبقي ولا تذر. مع بدء العد التنازلي لانكشاف جائحة كورونا وعودة مناحي الحياة الاقتصادية لطبيعتها، بدأت الدول في الاستعداد لإعلان ميزانيتها السنوية وسط توقعات بتسجيل عجوزات قياسية جراء ما عانته اقتصادات العالم من إغلاق وتوقف لحركة التبادل التجاري. المملكة بفضل ما تزخر به من متانة اقتصادية وكفاءة إدارية عملت على تماسك اقتصادها المتمثل في معدلات الإنفاق العالية التي ضختها لكل القطاعات. أزمة وجائحة بشرية وصحية عالمية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، هكذا وصفت وزارة المالية الوضع الحالي في مقدمة بيانها التمهيدي لموازنة العام 2021 وميزانية العام 2020، كما بيّنت أن مستويات النفقات لعام 2021 تعكس السياسات المالية التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالصرف على النفقات المخطط لها سابقاً. وقدرت وزارة المالية النفقات بحوالي 990 مليار ريال في العام 2021، كما توقعت أن يصل إجمالي الدين العام في عام 2020 إلى نحو 854 مليار ريال، وأن يتم الحفاظ على رصيد الاحتياطات الحكومية في نهاية العام حسب الميزانية المعتمدة عند 346 مليار ريال، أي ما نسبته 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وحرصت وزارة المالية على تطوير عملية إعداد وإدارة الميزانية العامة وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يدعم ويحقق التوازن بين أهداف الاستقرار والاستدامة المالية وبين تعزيز النمو الاقتصادي.